بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل كلامنا على الموديلنج بتاع الليكويد ايكوليبريم، وهنقول لو انا عندي اميسيبل سيستمز. اميسيبل سيستمز لو تفتكر ان انا عندي تو ليكويدز، ليكويدز الفا وليكويد بيتا. بيتا والفا ده معظمه كومبوننت 1 وبيتا معظمه كومبوننت 2، فده اولموست بيور 2 وده برضو اولموست بيور. فلما تبص على الدياجرام بتاع التي مع اكس اكس، فهو تقريبا هما الاثنين يعني بيور، فبيحصل تاي لاين بتبقى ما بين تو بيور كومبوننتس تقريبا، تمام؟ بس هو مش بالظبط، لان انا عندي شويه من كومبوننت 1 بيروح لفيز الفا. ممكن تيجي تقول ايه، ان اكس 1 بتاع بيتا دي صغيره جدا، تمام؟ بينما اكس 2 بتاع بيتا دي تقريبا واحد، اوكي؟ والعكس في فيز الفا. فيز الفا ده اولموست بيور 1، فمعناها تقول ايه، ان اكس 1 في الفا ده تقريبا واحد، واكس 2 في الفا دي صغيره جدا، كويس؟ فاولموست يعني زيرو، بس مش بزيرو. فلما تيجي تتكلم على الحساب بقى عشان اعرف اكس 2 اللي هي سمول جدا، خد بالك ان احنا في الانفيرمنتال انجينيرنج وفي ابلكيشنز كتير بيبقى السمول كومبوزيشن ممكن تبقى مضره قوي، ممكن يبقى في حاجه سامه او مضره، فمهم ان انا ابقى عارف الايكوليبريم كومبوزيشن قد ايه بتاعت الحاجات الصغيره دي. اوكي، فالايكويشن بتاعتي هي اكس 1 الفا في جاما 1 الفا بتساوي اكس 1 بيتا في جاما 1 بيتا. اوكي، طيب خد بالك بقى ان احنا قلنا ان اكس 1 الفا دي تقريبا بتساوي 1، كويس؟ انا عندي تقريبا ايه، بيور كومبوننت 1، فما دام هو بيور كومبوننت 1 دي تقريبا بتساوي 1. وعندي معلومه ثانيه كمان، ان اكس 1 بيتا دي صغيره جدا تقريبا بزيرو، معناها ان الجاما 1 دي هي الجاما 1 ات انفينيت دايليوشن، ومعناها برضو ما دام اكس 1 الفا دي تقريبا بواحد، يبقى الجاما 1 الفا دي بتاعت تقريبا بتاع بيور كومبوننت، فبتاع بيور كومبوننت الجاما 1 الفا دي هتساوي 1، بس لان هي ايه، اكس 1 الفا تقريبا بواحد، فالجاما 1 الفا ان هو يبقى ايدل سيستم مع نفسه، وهنا الاكس الجاما 2 بيتا بواحد. فلما اجي اكتب بقى المعادله احط دي بواحد واحط دي ات انفينيت دايليوشن، يبقى اكس 1 الفا بتساوي اكس 1 بيتا في جاما 1 بيتا عند انفينيت دايليوشن. العكس بقى في الناحيه الثانيه اللي هي اكس 2 الفا في جاما 2 ات انفينيت دايليوشن، لان 2 في الفا فيري سمول تقريبا ات انفينيت دايليوشن، بتساوي اكس 2 فالايكويشنز بتاعتي بسطتها، وممكن اعرف باكسبيرمنت بسيطه لو اقدر اقيس ده، اقدر اعرف الجاما ات انفينيت ديلوشن قد ايه الاثنين دول، تمام؟ وهو ده اللي موجود في الاكزامبل هنا. الاكزامبل اللي جاي ده بيقول ان انا عندي سيستم توتالي اولموست توتالي اميسيبل، فعندي ميه مع داي ايثايل ايثر توتالي اميسيبل. خلينا نشوف، عندي ووتر ده هو كومبوننت 1، وداي ايثايل ايثر ده كومبوننت 2، فالاثنين كومبوننت دول زي ما موجود هنا في الاكزامبل، الاثنين كومبوننتس دول موجودين في سيستم زي كده. فهنقول ايه، الووتر ريتش فيس هاز ا كومبوزيشن اوف اكس 1 الفا، اكس 1 في الفا اللي هي تقريبا بواحد، هي مش بواحد، هي 0.9889، كويس؟ والاكس 1 في بيتا في الاورجانيك فيز اللي هو الايثر ريتش فيز ده كومبوزيشن 0.4.0495، ده قريب قوي من الزيرو وده قريب قوي من واحد، تمام؟ عايزين نجيب بقى الانفينيت دايليوشن فاليوز، انفينيت دايليوشن اكتيفيتي كوفيشنت، فاليوز بتاعت انفينيت دايليوشن اكتيفيتي كوفيشنت، تمام؟ فانا ممكن اعرفها من هنا بقى على طول. فالجاما 1 بيتا او جاما 1 ات انفينيت دايليوشن دي هتساوي الاكس 1 الفا اهي 0.9889 على الاكس 1 بيتا 0.0495،
يبقى انا كده جبت الجاما 1 at infinite dilution. عايز اجيب الجاما 2 at infinite dilution هتساوي x2 بيتا يعني 1 minus x1 بيتا على x2 الفا يعني 1 minus x1 الفا. تمام؟ فممكن اقول 1 minus x1 بيتا اللي هي 0.0495 على 1 minus x1 الفا 0.9889. طبعا الارقام دي تطلع كبيره لانك بتقسم على رقم صغير، فالجاما ات انفينيت ديلوشن عاده يبقى اكبر قيمه، تبقى رقم كبير تقدر تجيبه من اكسبيرمنت بوينت واحد. شكرا.